السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن 10 سيارات جديدة موديل 2020 بأسعار أقل من 250 ألف جنيه. في نهاية 2019 وبالتحديد ديسمبر 2019 كشف عدد من وكلاء العلامات التجارية خلال أشهر الأخيرة عن موديلات جديدة تنتمي لعام 2020، وده بهدف جذب المزيد من العملاء وتسجيل أكبر نسبة ممكنة من عمليات البيع. شملت قائمة السيارات اللي بتنتمي ل 2020 علامات تجارية يابانية وفرنسية وكورية جنوبية وصينية، وكلها جت سيارات سيدان متوسطة الحجم بأسعار لا تتجاوز ال 250 ألف جنيه. أول عربية معانا هي الشيري أريزو 5. بتعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نوائل الحركة. الأول يدوي بيتوفر في الفئة الأولى، والتاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية السي في تي. العربية دي بتتسارع من الصفر للمئة كيلومتر خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها للوقود 7 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة. العربية بتتوفر في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، منها نظام تي سي اس للتحكم في قوة الجر، ونظام الفرامل الاي بي اس المضادة للانغلاق، وتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل الاي بي دي، ونظام الاتش اس اي سي للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام الاي اس ام للتنبيه من السرعة الزائدة. يبلغ سعر النسخة القياسية من شيري أريزو 5 أوتوماتيك 192 ألف جنيه. تاني عربية معانا هي العربية شيفورلي أفيو. تتوفر شيفورلي أفيو الفيس ليفت موديل 2020 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وكلاهما يعتمد على محرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 86 حصان، بينقل الحركة لمحاور عن طريق نقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. بتبدأ أسعار شيفورلي أفيو الجديدة من 197,900 جنيه. تالت عربية معانا الرينو لوجان. بتقدم لوجان لعملاء السوق المحلي بخيارين من نوائل الحركة. الأول يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 90 حصان، والتاني أوتوماتيك من 5 سرعات 1600 سي سي بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 175 كيلومتر في الساعة. العربية لوجان زودوها بمواصفات أمان أساسية في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل منع الانغلاق EBS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبلايزر ضد السرقة وتحكم بالمصابيح الأمامية عن طريق عجلة القيادة، وإمكانية التحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب. الشركة حددت سعر الفئة E1 من لوجان المزودة بناء الحركة يدوي ب 165 ألف جنيه، أما النسخة الأوتوماتيك ب 188 ألف جنيه. والفئة الثانية الإيتو اللي بتعتمد على نقل حركة يدوي سعرها 177 ألف جنيه، والأوتوماتيك بتاعتها 199 ألف جنيه. أما أسعار الفئتين الجداد فحددت رينو سعر الإي 3 ب 212 ألف جنيه، أما الإي 3 بلس بلاك إديشن ب 222 ألف جنيه. رابع عربية معانا اللادا جرانتا. أعلنت مجموعة الأمل للتجارة الوكيل الحصري للعلامة لادا جرانتا الروسية في مصر طرح جرانتا سيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2020 بتحسينات جديدة وهتختلف عن النسخة السابقة. بتعتمد لادا جرانتا الجديدة على نوعين من المحركات، الأولاني رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 87 حصان مربوط بناء الحركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فبنفس سعة المحرك الأولاني لكن قوته 98 حصان وبينقل حركته نائل الحركة أوتوماتيك من 4 سرعات. بتبدأ أسعار النسخ الجديدة المزودة بناء الحركة يدوي من 158 ألف جنيه، والنسخة المزودة بناء الحركة أوتوماتيك من 178 ألف جنيه. بعد كده نيجي للسيارة MG 5 اللي كشفت شركة المنصور الوكيل الحصري لعلامة شيفورلي وأوبل وMG الصينية في مصر عن أحدث طرازاتها MG 5 موديل 2020 اللي اتكشف عنها مؤخرا في السوق المحلي، وبتنتمي لفئة السيارات
السيدان العائلية المدمجة. تتاح لعملاء السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات. كل الفئات بتعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصان، وبيرتبط بناء الحركة سي في تي، بيوفر في استهلاك الوقود. تبدأ أسعار ام جي 5 موديل 2020 من 210 ألف جنيه للفئة الكلاسيك القياسية، و 230 ألف جنيه للفئة الكومفورت الثانية، والفئة الثالثة اللكشري الكاملة التجهيزات وصل سعرها 240 ألف جنيه. العربية اللي بعد كده هي السوزوكي ديزاير. أعلنت شركة مودرن موتورز للتجارة الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر عن أسعار موديل 2020 من السيارة ديزاير السيدان العائلية الصغيرة. بتتوفر ديزاير جديدة في السوق المحلي بفئة واحدة مزودة بمحرك 4 سلندر 1200 سي سي بقوة 83 حصان وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن متر. المحرك ده مربوط بناء الحركة أوتوماتيك من 5 نقلات. يقدر متوسط استهلاك السيارة الجديدة اللي بتعمل بنظام الجر الأمامي ب 6.2 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، وبتتسارع العربية من الصفر لل 100 كيلومتر خلال 13.2 ثانية. سعرها الرسمي 238 ألف جنيه. نيجي بعد كده السيارة فيات تيبو. أعلنت شركة داينامكس للتجارة والتوزيع وكلاء فيات كرايزلر في مصر عن سيارة فيات تيبو موديل 2020 رسميا في السوق المحلي. السيارة دي إيطالية مجمعة بمصانع الشركة في تركيا، وبتقدم للأسواق المحلية بنسختين من المحركات. الأول مخصص لفئات نائي الحركة يدوي، وبيتكون من 4 سلندرات سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وناقل الحركة بتاعه 6 سرعات. المحرك الثاني مرتبط بناء الحركة أوتوماتيك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، وناقل الحركة بتاعه برضو من 6 سرعات. وبتتسرع العربية فيت سيدان من الثبات لسرعة 100 كيلومتر خلال 11.2 ثانية، وبتوصل لأقصى سرعة اللي هي 192 كيلومتر في الساعة. استهلاكها للبنزين في المتوسط بتعمل 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر مقطوع. بتقدم شركة داينامكس الفئة الأولى من فئة تيبو موديل 2020 النسخة السيدان اللي ليها نائل حركة أوتوماتيك بسعر رسمي 215 ألف جنيه. أما الفئة الثانية فبتنزل بسعر 225 ألف جنيه. بالنسبة للسيارة اللي بعد كده سيارة كيا بيجاس. كشفت شركة EIT المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وهي وكيلة علامة كيا الكورية في مصر، كشفت عن السيارة بيجاس سيدان صغيرة الحجم العائلية الجديدة اللي بتدخل السوق المصري لأول مرة. بتتوفر العربية الجديدة موديل 2020 بفئتين من التجهيزات، وبتعتمد على منظومة جر أمامي مكونة من محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، مرتبط بناء الحركة أوتوماتيك من 4 سرعات. العربية دي بتتمكن من الوصول للسرعة القصوى بتاعتها اللي هي 170 كيلومتر في الساعة، وبتستهلك في المتوسط 5.7 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر مقطوعة. العربية دي نازلة بأسعار رسمية 239.900 جنيه. معانا بعد كده السيارة بيجو 301، وبتقدمها شركة مانسكو الوكيل الحصري لبيجو الفرنسية في مصر. العربية 301 موديل 2020 نازلة بثلاث فئات من التجهيزات، وبتعتمد جميعها على نفس المحرك اللي الساعة بتاعته اللترية 1600 سي سي، وبينتج قوة 115 حصان، وبينقل حركته للمحاور نائل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. بتبدأ الأسعار الرسمية للعربية بيجو 301 من 230 ألف جنيه. السيارة نيسان صني. بتتوفر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيز مع محرك بسعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان ونائل حركة أوتوماتيك. بتبدأ أسعار الفئة القياسية للسيارة نيسان صني من 198.900 جنيه. الفئة الثانية بتاعتها 209.000 جنيه. أما الفئة الأعلى تجهيزا نزلة ب 220.000 جنيه. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.